برحب بحضراتكم مجددا وبرحب بضيفي سيادة النائب طارق شكري. اهلا بيك. طبعا الناس هتشوفك معايا هتقول لي ما ينفعش تبداي اي كلام قبل ما نتكلم على قانون التصالح. صحيح. النهارده في البرلمان عملتوا ايه؟ قول لنا بشرى للناس كده لطيفه. يعني هو الحقيقه القانون ده طبعا قانون يمس كل الناس، الناس مستنياه، ده مطلب جماهيري وشعبي ومستنيه من زمان. ايوه. وحصل حقيقة عليه مناقشة مطولة من السادة النواب، ويعني سيادة المستشار حنفي أعطى فرصة كبيرة جدا للاستماع لكل الآراء عشان القانون ياخد حقه بشكل جيد جدا قبل ما يصدر إن شاء الله بكرة في الجلسة العامة. والحقيقة ملامح هذا القانون قايمة على فلسفتين. فلسفة إن هو قانون استثنائي بيعالج مشكلة معينة لن تتكرر مستقبلا، ما هوش قانون دائم، ده قانون استثنائي له فترة معينة، وفي نفس الوقت تعامل مع المشكلات الناتجة عن قانون 17 لسنة 19 اللي هو قانون التصالح القديم اللي ما حققش غير 4-5% منه بس. فاحنا عملنا جلسات في لجنة الإسكان عشان نتناول مبررات وأسباب عدم التحقيق اللي حصلت ونتداركها في القانون الجديد، وبالفعل بالتنسيق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية استطعنا ان احنا نصل الى مساحة كبيرة جدا من الحلول. هقول لك منها على سبيل المثال الأحوزة العمرانية. الأحوزة العمرانية دي كانت مشكلة كبيرة جدا طبعاً. فيها اكثر من 970 الف حالة، يعني تقارب المليون. القانون سمح بالتصالحات في الأحوزة العمرانية القريبة من القرى والمدن بشروط، لأن طبعا كان فيها جزء من المشكلة الدستورية طبعا، وبالتالي أوجد حلول ليها كانت الأول مقفولة، كان أي حاجة بره الحيز العمراني لا يستطيع أن يقدم طلب التصالح. النهاردة الباب ده أصبح متاح بشروط معينة. كان في مشكلة تانية وعملت موانع كبيرة جدا اللي هي الدفاع المدني. كان القانون القديم بيطلب شروط الكود المصري للدفاع المدني. هذه الشروط من الصعب بمكان ان منشأ مقام من سنين انه يعرف يحققها. يعمل خزان ارضي، طب خزان ارضي ازاي دلوقتي؟ يجيب معدات كهروميكانيكية بملايين جنيهات ما يقدرش عليها. فكانت عائق وقفت. المرة دي احنا عملنا شرط واضح وصريح وهو كود الدفاع المدني للتصالح، وهو كود مختلف عن الكود الاساسي. يعني ايه كود الدفاع المدني؟ موافقه يعني من الدفاع يعني المدني؟ يعني طبعا هو لازم الدفاع المدني يوافق عشان الحمايه المدنيه. بس عملنا شروط تسهيليه، اهمها ان اي مبنى لغايه 500 متر مربع مساحته ولغايه ارتفاع 8 ادوار معفي من كل الشروط. ده يتطبق على كل البشر؟ كل البشر. مبنى مساحته 500 متر او اقل وارتفاع 8 ادوار او اقل مش مطلوب منه اي شروط ولا اي قيود ولا اي حاجه، يبقى يعتبر هو خارج التزامات الدفاع المدني. وده كان عامل مشكله في طبعا ده كان مشكله ضخمه جدا. طب ده خبر كده كويس؟ خبر كويس جدا، لانه انا في رايي الشخصي 500 متر و8 ادوار 80% 90% من المباني المخالفه اقل من 500 واقل من 8 ادوار من اصحاب المشكله طبعا، فبالتالي هتتحل بشكل كبير جدا. كويس. طبعا المده الزمنيه احنا كنا بنتكلم قبل كده ان اللجان خدت شهور وسنين، احنا من 19 23 4 سنين. صحيح. النهارده القانون الجديد حدد مده 3 شهور لفحص كل التظلمات وكل المطالب اللي خاصه بالتصالح. ولابد انها تحسب خلال 3 شهور. تمام. وبالتالي دي اصبحت مده زمنيه ضيقه، وانا يمكن النهارده في كلمتي في المجلس طلبت الحكومه انها تعمل تقارير احصائيه. بمعنى كم واحد تقدم في الجيزه في القاهره؟ كم واحد اتحل ووصل استمارة 10؟ واللي ما وصلش ليه؟ عشان يبقى فيه نوع من انواع تقدير الموقف اللي يخلي انجاح هذا القانون المهم جدا مش هيجي الا بالمتابعه، لان ما ينفعش يترك للموظفين، يعني لازم يكون في نوع من انواع التحفيز. احنا كمان حطينا جزء من انواع التحفيز ان في رقم بيرسنت صغيره حوالي 3% هتتصرف لصالح العاملين على الموضوع، يعني المهندسين والاداريين واللجان. هيبقى في مبلغ مالي بيطلع لهم، فبالتالي يبقى حافز. لان يعني دايما قبل ما تحاسبه لازم تكافئه. فبالتالي القانون تدارك كثير من النقاط اللي هي تاني كانت مشاكل كانت عند الناس يا سياده النائب واتحلت يا فندم. ايه تاني كانت مشاكل كانت الناس بتعاني منها؟ المشاكل هي الأحواز العمرانية والدفاع المدني الدفاع والمدة الزمنية. المدة دي كانت مشكلة طبعا، مشكلة كبيرة جدا جدا. وفي تقديرنا كمان نموذج 10 ده خلاص اتلغى؟ لا، هو دلوقتي خلاص هيبقى أولا إلغاء اللجان، يعني أصبح اللجان مش شرط أساسي. الأول كان شرط أساسي في القانون لازم اللجنة تنزل تعاين. دلوقتي مش شرط. دلوقتي من حقه إن هو خلال 5 سنين اللجنة عندها صلاحية إنها تنزل مكان المخالفة. تمام. وإذا لقت إن في مستندات مزورة أو خلاف تتخذ الإجراء، يعني بتعتبر المواطن صادق. أيوه.
الى ان يثبت العكس. وبالتالي بتاخد من المواطن ومن المهندس التقرير بتاعه بتشتغل على هذا الاساس. بس اعتقد قصه المهندس ما بقتش اساسيه. مهندس نقابي كان الاول عايزين مهندس شاري، واحنا برضو في اللجنه اتناقشنا معاهم فان احنا نخليه مهندس نقابي. ليه؟ السلامه الانشائيه، لان في جزء مهم جدا لا يمكن التصالح فيه المباني اللي ما فيهاش سلامه انشائيه، وده امر طبيعي حفاظا على ارواح الناس. طبيعي، احنا مش هنعمل تصالحات على مباني في الاخر تقع. أيوة. فلازم يكون الحد الادنى والذي لا يمكن التجاوز عنه هي السلامه الانشائيه. فالسلامه الانشائيه دي بتيجي من خلال تقرير مهندس انشائي مقيد في النقابه، مجرد مقيد في النقابه، مش شرط يكون مكتب الشاري، وما فيش اعباء ماليه على المواطن. تمام. احنا شفنا ان المره اللي فاتت كان في اعباء ماليه بتوضح كتير قوي على المواطن. ايوه، فدي خلت الناس تطفش منه، خلت نسبه التحقيق تقل، فبالتالي قعدنا نتجاوزها جزء جزء. فالحقيقه انا شايف انه قانون مهم جدا جدا. طب ايه الممنوع؟ يعني اقصد ايه اذا كنتوا حليتوا مشاكل الناس اللي كانت خاصه بهذا القانون الفتره اللي فاتت، المره دي مع كل التسهيلات اللي عملتوها، لكن القانون مش هيتنازل عن ايه؟ السلامه الانشائيه رقم واحد، بعض المخالفات التي لابد من موافقه جهه الاداره فيها. يعني مثلا بنتكلم عن ارتفاعات ليها علاقه بارتفاع قوات مسلحه او طيران مدني، اذا كانت بتعارض سلطه طيران مدني في شغلها او قوات مسلحه مش هنتصالح عليها، لكن اذا كانت القوات المسلحه او طيران مدني موافقين هنتصالح عليها. تمام. حتى حقوق الارتفاق اللي هي بين الجيران وبعضهم، اذا حصل تجاوز عليها بس الطرفين موافقين او الطرفين عندهم نفس المخالفه هيقبلوها ويتجاوزوا عليها ويحلوها. اديني مثال كده على النقطه دي. حقوق الارتفاع يعني المسافه البينيه بين العماره والعماره. يعني العماره مثلا المفروض تسيب 3 متر من الناحيه دي و3 متر من الناحيه دي. فلو الجار ده بنى في ال 3 متر دي والجار الاخر بنى فيها، اصبح الاثنين عملوا نفس المخالفه، يجوز التصالح عليها. طب لو واحد بس بنى يجيب موافقه الطرف الثاني. تمام. يبقى لو جاره موافق على هذا الكلام يعني انتوا رميت لهم المشكله ما بينهم حلوها مع بعض. ما لازم تتحل، ما في الاخر احنا مش هنتصالح على حاجه في حد واخد حق واحد تاني. اذا الاثنين عملوا مخالفه خلاص، انما اذا واحد عمل والتاني لا، يبقى لازم يعني حصل فيها توازنات فنيه كبيره جدا جدا في لجنه الاسكان، وصولا لمعظم الحالات اللي ممكن الناس هتشوفها. فدي الحقيقه احنا شايفين وراضيين انه بعد فحص كبير جدا، اللجنه قعدت حوالي 10 ساعات على مدار يومين بتناقش مع الحكوميين كل التفاصيل ومع السادة النواب عشان نسمع كل الآراء وصولا لأحسن ما يمكن الوصول ليه، لأنه في الآخر قانون استثنائي. يعني بكرة هيطلع إن شاء الله، بكرة هيطلع بإذن الله وتبدأ ال الموافقة بحيث مبدأ تمت النهاردة، بكرة البنود، بكرة البنود وتبدأ وضع اللائحة التنفيذية علشان الناس خلال 3 أشهر من إصدار القانون، توقيع في قمة السيد الرئيس. بالظبط 3 أشهر هيبقى اللائحة التنفيذية، حد أقصى 3 أشهر. يعني مجرد ما يطلع بكرة المفروض موافقة سيادة الرئيس عليه. خلال يعني أسبوع ولا حاجة، وبعديها خلال حد أقصى 3 أشهر، ممكن خلال شهر ممكن 20 يوم تطلع اللائحة التنفيذية. واللائحة دي حاجة مهمة جدا، ويمكن أنا كنت مهتم ومعني قوي في كلمتي أن نتكلم على التطبيق. أيوة. ان احنا ممكن نطلع قانون كويس قوي ومتزن وعاقل وبيحقق كثير من المصالح، بس لما تيجي صعبه تكتم وتكتم النفس او فيها كلمات لزجه طبعا، كلمات مش ممسوكه معقدة. والموظف يلاقي نفسه خايف، يلاقي نفسه عايز ياخد الكلام يمين او شمال. عايزينه هديه القانون ده. ما هو القانون ده احنا بنبذل فيه اكبر جهد وهنستمر في دورنا الرقابي في كمجلس في متابعته مع الاجهزه والاحياء. هايل هايل. طيب احنا بنتكلم في انتخابات رئاسية مصرية، في الحقيقة توقيت صعب، تحديات كبيرة جدا، تتكلم على مستوى الخارج وتتكلم على المستوى الداخلي، اقليم ملتهب منفجر، انت كل يوم بتلاقي بؤر مشاكل وتوترات موجودة في منطقة ما بجوارنا في الإقليم. شايف إنه المواطن المصري محتاج يتواجد أمام اللجان لأسباب عندك معينة، إحنا ننزل يا جماعة أمام اللجان عشان نحضر، كل واحد يقول اللي هو عايزه، يختار اللي هو عاوزه في الانتخابات الرئاسية القادمة. أولا يا فندم، يعني حضارة الشعوب ويعني التقييم والوزن النسبي ليها بمدى حرصها على الجزء المهم جدا وهو التصويت. فظهورنا بمظهر، واحنا بلد الحضاره وام الدنيا، ظهورنا بالمظهر اللائق لينا عالميا يستلزم ان يكون الناس عند قدر المسؤوليه ويتواجدوا في اللجان عشان يقولوا صوتهم، لان التصويت ده
حق أصيل لكل مواطن، وأيضا بيؤكد ويوثق مادة الديمقراطية الموجودة. عندك أربع مرشحين، اختار اللي يعجبك، معلش يقولك اختار مين. عارف ليه بسأل حضرتك السؤال ده؟ حد يقول لي ما هو لازم الناس يعني ما هتقولي له رأيك إيه في إن الناس تنزل، لأنه في أصوات بدأت ما قبل غزة وحتظهر طبيعي قبل الانتخابات مباشرة، ممكن تقول للناس لا ما تنزلش وما فيش داعي. إن أصل كده كده فخامة الرئيس هو الأقرب، هو الأقرب وهو اللي ناجح، عشان كده لازم نبقى واضحين مع الناس. هو الوضوح ده بيستلزم كلمتين. أه. حضرتك لك رأي ولك صلاحية ولك حرية، عندك أربع مرشحين اختار اللي يعجبك. ده سؤال مهم جدا، محدش هيقدر ورا الستارة يقولك تختار مين. تمام. إذن احنا بنؤكد على انها عرس ديمقراطي حقيقي لا يقبل القسمة على اثنين وغير قابل للمناقشة. انزل بنفسك واختار الصوت اللي يعجبك، دي رقم واحد. اللي هو نزوله مبدئيا ده في غاية الأهمية، لكن نزولك ده الأهم، لأن ده الأهم. انت كمواطن مصري في الدولة لازم الدولة تظهر بشكلها الحضاري وشكلها اللائق في ان هذا العرس يكون بالشكل المناسب. وانا متوقع ان المصريين هينزلوا، وهينزلوا بكثافة، لان دايما المصريين في التاريخ عند نقط الخطر يتجمعوا. الناس شايفة دلوقتي ان في خطر، والناس شايفة ايه اللي بيحصل في اسرائيل وغزة، والناس شايفة المؤامرات والامور الملتهبة في كل المنطقة. فبيشوفوا ان برضو بلدهم يعني خايفين عليها. جزء من المحافظة عليها هو توثيق هذه اللحظة التاريخية الديمقراطية الهامة بوجود الناس في طوابير عشان تأدي حقها التصويتي بحرية كاملة. خلينا نقول الخطر اللي على مصر من وجهة نظر حضرتك، بس نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا معاك ونقول للناس وجهة نظر سيادة النائب طارق شكري، الخطر الموجود على مصر في هذا التوقيت. برحب بحضراتكم مجددا، وبرحب بضيفي سيادة النائب طارق شكري. اهلا بحضرتك معايا. وقفنا قبل الفاصل عند الخطر واللي بيواجه مصر، من وجهة نظرك ايه هو في هذا التوقيت وده بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية؟ الحقيقة زي ما انت شايفة ان مصر محاطة بثلاث كتل ملتهبة. نتكلم في الجنوب، السودان واللي حصل فيه واستمرارية تدفق سودانيين. انت النهاردة بتتحدثي انه مصر بقى فيها ما يتجاوز 9 مليون الى 10 مليون شخص ضيف عندها. أي. ده في حد ذاته اي دوله لا تحتمله. صحيح. انت بتتكلم دوله كل شويه منهم دوله لوحدها، بتتكلم على ضغط اقتصادي، بتتكلم على ضغط امني واجرائي عليك. طبعا السودان بتمثل نوع من انواع الالتهاب في امن قومي مهم جدا في الجنوب. تكلم عن ليبيا من 2011 لم تستقر، بقالها 12 سنه وما زالت الانقسامات ولم يستطيعوا ان يوحدوا. صحيح. القول، وبالتالي وتمثل ايضا مخاطر من هذا الجانب. ثم اضيف عليها غزة. الجانب الأخطر غزة وإسرائيل. ها. وفكرة وتصدير كلمة التهجير. أي. التي أعلن السيد رئيس الجمهورية. نعم. والدولة المصرية بشكل حاسم رفضهم ليها والتصدي ليها بشكل قاطع. وأيضا يمكن الناس حاسة، ولو تقري على التعليقات وعلى السوشيال ميديا في كل المؤتمرات، مدى الرفض الشعبي. انت بتتكلمي عن شعب بأكمله يرفض الفكرة ولا يناقشها. نعم. احنا بنناقش كل الدعم للفلسطينيين وكل الاحتواء للفلسطينيين، لكن لا نقبل ان نفرط في ارضنا. نعم. وبالتالي فقامة رئيس الجمهورية والدولة المصرية ولا تفريغ القضية اصلا من موضوع. طبعا هو فكرة. نعم. ارض بلا شعب وشعب بلا ارض لا. صحيح. تتحقق على حساب الدولة المصرية. نعم. على ارض سيناء. نعم. الغالية اللي راح يعني الاف الجنود والضباط شهدائهم فيها. فده كلام مرفوض بالنسبة لنا كعقيدة، ومرفوض بالنسبة لنا كاقتناع فكري. والدولة اعلنته. اعلنته في كل المواقف، واحنا بنأكد عليه انه الجميع خلف القيادة السياسية في رأي متحد عليه ومقتنع به، وهي في قصة تاريخية ان المصريين مش هيفرطوا في ارضهم. نعم. فانت بتتكلم عن مخاطر حدودية كبيرة جدا جدا. الفكرة الاحداث في السودان ما توقفتش، بل بالعكس هي بتتصاعد. صحيح. الموقف في ليبيا بيتصاعد، لكن نجم الحدث الان هي احداث غزة. طبعا. لكن ده مش معناه تراجع فيما يحدث في السودان او فيما يحدث في ليبيا. لا، هو الحرج، هو هي القصه في الاخر، هو وضع كده الخطر، يعني وضع مصر في موقف الحرج. يعني انت النهارده لما يحصل نوع من انواع الضغط في توجيه الفلسطينيين في اتجاه الحدود عند رفح، طب لما بيكون في ناس بقى مرضى او في ناس في احتياج لمساعدات، اكيد الدوله المصريه هتقدم كل ما تستطيع في هذا الاطار، وهي بتقدم بالفعل. رئيس الوزراء امس كان يتحدث على ان تلتين المساعدات اللي دخلت هي مساعدات مصريه. نعم. يعني ليست افتخارا لكن واقعا لابد. نعم. ان يذكر العالم كله تلت ومصر لوحدها تلتين. فده كلام
يعني بيعطي الرسالة الحقيقية ان المصريين وان الدولة المصرية دائما عندها عقيدة ان القضية الفلسطينية هي يعني امن قومي لمصر ومعنيين بيها وندافع عنها، لكن هذا ابدا لن يكون بتفريغ القضية باي استنزاف او اي تهجير الى حدودنا. نعم. حط الكلام ده جنب الازمة الاقتصادية العالمية اللي بتواجه الناس كلها، وبالتالي التأثير على سعر العملة، وبالتالي التضخم، وبالتالي ضغوط اقتصادية رهيبة جدا، في وسط كل هذه الضغوط تلاقي معادلة شديدة التعقيد والصعوبة، وفي تقدير الشخصي ان جزء منها مقصود، لان مصر الحقيقة هي الدولة اللي حافظت على نفسها، هي الدولة اللي يعني فخامة الرئيس في 30/6 استطاع ان ينجو بيها. نعم. من صحيح. حملة من السقوطات المتوالية في الدول، ان احنا نبقى شبه كل اللي حواليك، شبه كل اللي حواليك اللي موجود، بقينا زيهم. نعم. فبالتالي الملف ده هو يعني مش معدي مع القوى الغربية بهدوء. آه. وشايفين ان هو طبعا ايه، مصر بتضع نفسها في مكان اخر. فدايما بيبقى في نوع من انواع الممارسات، وان كنت انا ارى انه الفترة الاخيرة والايام الاخيرة في حديث مناسب من سواء صندوق النقد او الاتحاد الاوروبي. أي. او حتى دول عربية. أي. على انها تكون بتنظر بعدالة واعتدال لما تقدمه مصر في القضية الفلسطينية، وما يجب ان يكون الاخرين في موقف المساند ليها في هذا التوقيت الحساس. أي. طيب شايف انه من خلال، وده مهم حضرتك تحكوه لنا، خلال مؤتمراتكم الجماهيرية، من خلال لقاءاتكم مع الناس، انا هنا بتكلم اعتقد انتوا اكتر من مكان رحتوه وشايف ردود الافعال بتتعامل معها مع الناس كلها، ليه الرئيس السيسي؟ لان الحقيقه يعني افعال مش كلمات الرئيس السيسي، انجازات الرئيس السيسي، الطموح والتطلع الى المستقبل مع الرئيس السيسي القوي الامين هي حلم المصريين الذي ما زال متمسكين به باقوى درجه. وان كنت انا عن نفسي وانا بشوف في تلامساتي مع الارض. أيوه. سواء في المؤتمرات الشعبيه او مع الناس. أيوه. انه رغم الضغوط الاقتصاديه اللي احنا كلنا معترفين بيها وبنقرها وعارفينها طبعا، الا ان الناس متمسكه بالرئيس بشكل اكتر من تخيلي الشخصي. ليه؟ لان هم شايفين في الاخر ان مصر محتاجه حد قوي يسند في كم الامواج العاتيه اللي موجوده، سواء اللي مقصود بها الايقاع ببعض الدول او للظروف اللي محتاجه حد عنده من الخبره ومن الحنكه ومن التخطيط ومن الذكاء ومن القوه اللي ما يتخليش هذه السفينه تتعرض الى مطبات تؤثر على الناس، فالناس عندها تمسك بيه. انا شخصيا لما لمست الارض اكتشفت وبوضوح انه اكبر من تخيل اي حد. الناس بتقول لكم ايه يا فندم؟ يعني طبيعي انا، الناس متضرره من الاقتصاد، والناس بتقول لك احنا تعبانين. آه، لكن متمسكين بالرئيس، بس عايزين الرئيس، بس احنا فاهمين ان الظروف دي غصب عننا، بس احنا عارفين ان الحروب دي بتؤثر على اي بلد، بس احنا، الناس بتقول كده. وعلى فكره الناس البسطاء اللي عندهم ضغط اقتصادي اكتر ده بيتحدث عن مشكلته. آه. لكنه على الجانب الاخر هو متمسك جدا بتماسك الدولة المصرية، وفاهم وعارف. أي. قيمة الاستقرار. أي. وفاهم كويس قوي ان البلد اللي مش مستقرة اذا كان في مشكلة اقتصادية هنا مقدارها اكس هيبقى هي عندها 10 اكس. ما هو فيش بلد وقعت وقامت، وبالتالي الحالة الاقتصادية بتنهار اكتر طبعا. فبالتالي الناس بقى والازمات بتتصاعد، شعب عنده من الذكاء ومن الحنكة انه يقدر يفرز ويقدر يقيم. فبالتالي انا بحكي لك من واقع الارض. أي. ان فعلا الناس عندها اقتناع ان الاستقرار هو القيمة الاكبر، ودايما الامن هو اغلى سلعة طبعا. الدولة الامنة هي اغلى سلعة طبعا، تقدر تبني عليها. وان تعرضت الى مشكلات اقتصادية، وان تعرضت الى ضغوط، وان كانت هذه الضغوط جزء منها يعني ببلانز. آه. لكن انا في الاخر بمعنى، طب وضح لي يعني. انا بقول انه كمخطط يعني، انا بقول طبعا ان مصر اكيد بالرؤية اللي انت شايفاها دي، بالتقارير اللي بتطلع متلازمة ومتلاحقة وفي ذات الأسبوع قاصدين الضغط علينا، احنا المصريين قاريين وفاهمين وقادرين نحلل. هو يا ترى ما فيش في العالم دولة غير مصر؟ هو يا ترى كأنه الخريطة ما عليهاش غير مصر بس يعني. طب هو يا ترى الاقتصاد المتراجع في العالم كله ما فيش فوكس عليه، ما فيش تعويق عليه، ما فيش تقييمات سلبية عليه إلا على مصر؟ أكيد هذا الكلام ما يعديش على الساذج ولا على أي حد مصري بيقرا بيقول ده. في ناس بتسألني تقول هو اشمعنى احنا؟ واحنا ما بنسمعش ليه تقارير عن دولة كذا ولا عن دولة كذا ولا عن دولة كذا؟ لأن الدولة دي هي الأهم. حتى القنوات الإعلامية كلها مش شغالة غير على مصر. ما هو ده بيأكد إن مصر هي الدولة
دولة الارتكاز والدولة الأهم وأم الدنيا فعلا، عشان كده دايما المهم هو اللي إيه اللي عليه العين واللي عليه الكلام. خلينا نتفق مع بعض إنه الفترة القادمة في تقدير الشخص فيها تفاؤل. يمكن امبارح رئيس الوزراء بتحدث عن أزمة الدولار بالقرب من الانتهاء أو هتحل في وقت قليل. عندك يعني عندي مؤشرات إن هناك عندك مؤشر، عندك مخرج، عندك رؤية للي قاله رئيس الوزراء أمس، أنه هناك سيكون في مصادر للعملة بشكل مناسب وجيد. أشكالها إيه فن؟ إحنا سمعنا عن الاتحاد الأوروبي وسمعنا عن صندوق النقد الدولي وبنسمع عن بعض الدول الصديقة. يعني الناس طبعا يعني تفائلت بكلام معالي رئيس الوزراء. هو تفاؤل محسوب يعني، هو تفاؤل كلمات. نعم، بس يعني كمان ناس بتتمنى إنه ما يكونش أعباء زيادة من الديون. لا، هي مش بس ديون، هي خلينا نتفق على حاجة. إحنا أو من القروض. احنا بنتكلم على حاجتين. اولا احنا الناس مش واخده بالها ان صندوق النقد اللي اتفقنا معاه من ما يقرب من سنه على 3 مليار خدنا منهم 320 مليون. احنا ما خدناش ال 3 مليار لغايه النهارده. طبعا طبعا. فبالتالي الناس مش واخده بالها، بتقول لك احنا خدنا، احنا ما خدناش، احنا اتفقنا على 3 مليار وما خدنا 10% منهم بس. كلام فاضي. على اساس ان في مراجعات في شهر 3 ثم شهر 6 ثم شهر 9 ولم تحدث واجلت، وبالتالي احنا ما خدناش حاجه تستحق ان احنا نتكلم عليها. هل المراجعات دي هتكلفني كمواطن مصري فاتوره؟ لا اعتقد ان في الوقت الراهن وفي الظروف الحاليه وفي قراءه حتى رئيس صندوق النقد امس وهي تتحدث عن مصر بلغه اخرى عن الفتره السابقه، تقديري الشخصي انه مش هتكون كده، وانه هيكون في نوع من انواع المسانده المستحقه لمصر. ايوه. اللي انا شايف ان هي يعني متاخره، ويمكن الظروف هي اللي اوجدت مصر في هذا الوضع. نعم. طيب، فبالتالي انت شايف دي سكة او يعني مخرجك للي قاله رئيس الوزراء امبارح؟ وقناعاتي ان مصر يعني باجهزتها ومسؤوليها ما بيقعدوش ساكتين قصاد المشكلة. في فحص وفي مشهد وفي تحليل وفي حلول. طبعا في حاجات ما بتصيبش. حلول مستدامة ام حلول وقتية لحل الازمة؟ اكيد احنا في المرحلة الراهنة اي حلول يعني تتجاوز بها عام الـ 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 الاختناق اللي احنا فيه ده في حد ذاته حل جيد جدا. بس خلينا نتفق على انه في قراءة اصلا للمشهد، سواء بالتوسع في الزراعة، في المنتج المصري، في الصناعة. احنا حضرنا لقاء مع السيد الرئيس بيتكلم عن تعميق الصناعة بشكل جد، وبيقدم اعفاءات ضريبية، وبيقدم مساعدات، وبيقدم مشاركات للصناعة عشان المنتج المصري يجيب له عملة صعبة ويمنع الاستيراد، لان الحقيقه المنتج المصري بيعمل مستين. بس ده كمان موضوع يهم حضرتك بشكل شخصي كمستثمر وك طبعا نعم. بالدرجه الاولى يهمني ان تكون يعني كل ما تكون انت، مفيش بلد في الدنيا بتستوردش، بس كل ما تكون فاتوره الاستيراد اقل من هذا الحجم الضخم اللي عندنا، كل ما يحصل عندنا استقرار واتزان. وده يمكن الدرس المستفاد في السنوات الاخيره. ان مصر لازم ترجع تاني دوله صناعيه ودوله زراعيه ودوله بتعتمد على نفسها بنسبه كبيره. ايوه. يوم لما يبقى انا بعتمد على نفسي بنسبه 60-70% يبقى الاستيراد مش فاتوره مرهقه بالنسبه لي، واستطيع تجاوزها واستطيع التعامل معاها. انها فكره ان الناس كانت بتحسب ده الاستيراد ارخص من ان انا اعمل مصنع. ايوه، بس المصنع بعد حقيقة. عدد من السنين الناس كانت شايفه ده. ايوه طبعا. دليل ان احنا بنستورد كل حاجه. كل مصر بس بعد شوية مصر بقت كلها مستوردين. بس بعد شوية المصنع ده قيمته بتزيد والعائد منه بيزيد وفاتورتك وتغيير سعر العملة بيخلي المعادلة صالح المصنع. هو ممكن يكون في الشورت تيرم والزمن القصير الاستيراد يبدو أحسن. أيوة. بس في الزمن المتوسط والطويل 100% الصناعة هي الأفضل. والرئيس واقف في الحتة دي بصراحة. نعم. يعني إيه بإجراءات أنا بشوفها هتحدث فرق، لان فكره اعفاءات ضريبيه هتخلي العين تجري عليها، لانه معناها ان انا هشتغل ومش هدفع ضرائب وعندي اجازه ضريبيه لفتره. فكره ان هو بيدخل بمشاركات، سياده الرئيس في اللقاء الاخير واحنا معاه تحدث عن ان انا هخش اشاركك وادفع لك الارض والبنيه التحتيه والجملون. كل الاعمال المدنيه اللي انت في الاخر هتدفعها فهتاخد جزء من راس مالك، خلي راس مالك للمصنع. أيوة. وللمعدات، وسيبني انا اخلص لك الماموريه دي. بالنسبه لك كمستثمر، لان احنا المستثمر ده بيشتغل مع ناس كتيره، وبالتالي هو لو استمر فبالبلدي كده في بيوت مفتوحه طبعا، ولو قفل لا قدر الله في بيوت كتيره بتقفل. اكيد. قرارات اللي خدها او اللي قال عليها سياده الرئيس، واعتقد انه الحكومه بدات انها تنفذها، شايف انه في المصلحه، فبالتالي الفتره اللي جايه انت شايفها هتبقى افضل ليك وللبلد؟ طبعا 100%. الفتره اللي جايه دي انا في تقديري الشخصي 5 سنوات. انت بتتكلمي على
قرارات بتطلع النهارده يبقى لما تتنفذ على الارض وتؤتي ثمارها، انت بتتكلم في سنتين ثلاثه من انشاء المصانع وسنتين ثلاثه من الانتاجيه عشان يبان مردود. فالزمن القصير قوي اللي الناس بتفكر فيه انه مجرد ما طلع قرار النهارده احنا هنشوف نتيجه بكره، ده كلام مش صحيح او مش دقيق. لكن مجرد ان انت مشيت في الاتجاه السليم وبدات شايف نقطه الوصول صح وبقيت مقتنع ان انت في الاخر بتتجه الى الجزء الاصولي، وهو ان يكون عندك تصنيع حقيقي وزراعه حقيقيه تعتمد على نفسك بشكل كبير، انا بشوف ان ده اتجاه انجاحي جدا واحنا ماشيين فيه. وفكره ان كان في الاول بعض قرارات بيتم التراجع عنها، النهارده في جرأة عليها. زي الافاقات الضريبيه كنا بنتكلم عليها سنوات طويله كانت بتترفض، النهارده سياده الرئيس اقرها في الصناعه. زي المشاركه، ان النهارده الدوله تخش هي اللي تستثمر لك الارض والجمالون وكل الاعمال المدنيه عشان انت تحط فلوسك بس في المصنع. الاول ما كانش في حاجه اسمها كده. المصنع بيعمل كل حاجه وبالتالي العبء المالي بيزيد. احنا بنتكلم عن اجراءات بتقتحم المشكله. وانا بشوف ان الصناعه احدى المحكات الرئيسيه في تحريك الاقتصاد المصري وتقليل فاتوره الاستيراد اللي هي العمله اللي هي ام المشاكل عندنا دلوقتي. صحيح. احنا عندنا مشكله عمله. طبعا طبعا كلنا عارفين ده. كمواطن مصري يا سيادة النائب عندك اسبابك الكتيره جدا وكرجل برلمان لاختيار الرئيس السيسي لفتره ولايه قادمه، لكن يعني عندنا اسباب في كل المجالات الحقيقه، وشفنا بعيننا حاجات كتيره، ومش بتكلم بلسانك، لكن انا كمان بتكلم كمواطن مصري وكامراه شافت ان في ملف المراه في اهتمام كبير من قبل سياده الرئيس. لكن ده لا يمنع ان انا في حاجات نفسي انها تحصل فتره رئاسيه مقبله. ايه كرجل صناعه نفسك ده يحصل؟ وكمواطن مصري ايه؟ يعني ما احنا لازم يبقى عندنا احلام طبعا. يعني اتفق معك انه كل التحليلات الموضوعيه ليا كمستثمر وكبرلماني بيحلل الامر ما بتضعش نقطه شك واحده في ان احنا محتاجين الاستمراريه، لانه ما تم بنائه لابد من استكماله. احنا مش هنيجي نقف في نص الطريق. فاللي اتعمل لازم يتكمل. أي. دي رقم واحد. رقم اتنين، الحقيقه في تغيير في قراءتي الشخصيه في المشهد العام في اتجاه تعميق المشكله. يعني احيانا في فترات اخرى يمكن كمان كان عندنا اولويات، بتتكلمي عن ارهاب في سيناء، بتتكلمي عن تثبيت اركان دوله طالعه من ثورتين. يعني في المرحله دي احنا بنتكلم 14 مثلا لغايه 20 كنا بنتكلم في اولويات مهمه جدا جدا ان الدوله تكون بالشكل اللي احنا شايفينه. بس اللي جاي انا شايف انه هيكون في احداث فرق كبير جدا وقرارات اكثر عمقا، وسيادة الرئيس تحدث واشار اليها في الفترة القادمة، قد يكون جزء منها كمان له علاقة بثقافة المواطن المصري. سيادة الرئيس كان بيتكلم من اسبوع عن حاجة مهمة جدا، كان بيتكلم عن انتاجية المواطن. ازاي انت بتتكلم عن موظف هدفه الرئيسي مثلا، وده كان موجود لسنوات طويلة وما زلنا بنعاني منه حتى الان، انه يتواجد، انه يقعد عدد ساعات من العمل فقط، مش الانتاجيه، مش روح وحماس الانجاز. الكلام ده مهم قوي ان يبقى فيه نوع من انواع التثقيف والتنوير في الاتجاه ده، وايضا نوع من انواع المكافاه والحافز. هي مش بس يعني ان انا اقول لك، هو لازم اقول لك وميزك. ويمكن احنا كنا عملنا يعني بعض المقترحات ليها علاقه بحمايه الموظف العام، ليها علاقه بتحسين دخله، ليها علاقه بتمييزه، علشان كل الحاجات دي هتوجد روح من انواع القدره على التغيير. احنا محتاجين الفتره اللي جايه دي ان الحكومه كمان يبقى عندها تخلص من البيروقراطيه. فليها ادوات. انا شايف سياده الرئيس بتحدث عن عمق هذا الموضوع. يعني ما ينفعش تبقى حضرتك مش معايا انا وتبقى معايا والناس بتسالني هل في اخبار فيما يتعلق بالبرلمان قبل ما اختم عن قانون الايجار القديم؟ انت عارف هذا دي ملف الشائك. ملف الشائك، في اخبار نقولها قبل ما اشكر حضرتك؟ يعني في اخبار هل ممكن يناقش؟ هل ممكن؟ تقديري اتوقع، لان انا الحقيقه سامع وعارف انه الملف ده يمكن سيادة الرئيس برضه يعني هو دايما بيقتحم هذه المشكلات، تحدث في لقاءين من اللقاءات اللي يعني شرفت بوجودي فيها عن اعاده التوازن بين علاقه المالك والمستاجر. كلاهما هام جدا وكلاهما له وجهه نظر محل فحص وتقدير. ولكن مش هنقدر احنا كبرلمان نشتغل الا لو الحكومه المصريه قدمت قانون، لان هي محتاجه جزء كبير من الاحصاءات وجزء كبير جدا من التوازن طبعاً. في هذه العلاقه وجزء كبير من ايجاد صندوق مالي يخدم الناس اللي ممكن يكون عندها
عدم قدرة مالية، وبالتالي الأمر ده برمته هيبدأ من الحكومة. إذا الحكومة قدمت هذا القانون إحنا كلجنة إسكان هنكون معنيين بشكل كبير جدا بمناقشة مجتمعية موسعة للغاية نسمع فيها الطرفين عشان نخرج بقانون أفضل ما يكون، لأن هذا القانون هو إرث تجاوز الستين عام. والبرلمان لازم ينتظر إنه الحكومة اللي تقدم، أقصد ما ينفعش تيجي العكس. ممكن يعني ولكن يعني ممكن، هل مش من حق البرلمان إنه يطالب الحكومة؟ من حق، لكن من حق. لكن في نوعية، أتمنى تعمله، في نوعية من القوانين تبقى محتاجة، بتحتاج يعني مش قوانين بسيطة، في قوانين ليها علاقة بالإحصاءات وليها علاقة بالصناديق اللي هتنشأ وليها علاقة بالفلوس اللي هتتجنب، فبالتالي الجزء ده اللي بيديره الحكومة مش البرلماني، فبالتالي شفنا إن الملف ده بدايته من الحكومة. الحكومة بقى إنها تسرع في متوقع إنه حي... أنا بتوقع إنه هيكون موجود قريب في طب كويس، وحيناقش في البرلمان بس الأول الحكومة تعيد. طب هيكون موجود قريب عند الحكومة يعني قد يكون جاهز. أيوة يعني ممكن يقعد الحكومة تذاكره وتعده بشكل جيد عشان توديه للبرلمان للمناقشة. أتمنى. بشكرك ست النائب، تشرفت بوجود حضرتك معايا ست النائب طارق شكري، بشكره وبشكر حضراتكم، بشوفكم بكرة على خير، مع تحياتي عزة مصطفى وإلى اللقاء.